بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. معكم دكتورة أمل محمد مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الهيستولوجي بكلية الطب جامعة المنصورة. معانا حالة جميلة بمناسبة مباراة كأس العالم. تعال نشوف كده. A soccer player injures his right knee when he twists the flexed knee while trying to avoid another player. يبقى احنا معانا لاعب كرة، اثناء ما هو بيلعب حاول بصه يفادي اللاعب ايه اللي جنبه، ما يحتكش بيه او رجله ما تخبطش ايه معاه، فلوى نفسه كده ووقع على الارض. اتلوى ووقع على الارض، فطبعا اتنكش واتفركش كده اهو، شوف شوف، لف ووقع خلاص، فحصل تويست، لا دوران كده، ووقع على ايه ركبته، وحس بألم ايه فظيعة طبعا، وحس بطقطقة كده بقى في رجله اتخبطت جامد، ركبته ايه اتخبطت دشت جامد في الايه في الأرض. فهنا قالك ايه، while trying to avoid another player he lost his balance، بدأ يفقد توازنه زي ما انا قلت لكم كده. وبعدين during his temple he heard an audible click، سمع ايه وهو كان بيتفركش على الأرض كده، شوف سمع صوت ايه كليك كده، صوت خبطة جامدة، حاجة ايه اتكسرت جوه ايه رجله. طيب after recovery from his spell he developed tremendous pain in his right knee، بدأ يحس بآلام فظيعة طبعا، هو وقع خبطة جامدة يعني اتفركش على الأرض ولف كده وحس بآلام ايه فظيعة في الأرض لما اتخبط في الأرض. طيب he was unable to carry on playing for that day، ما عادش قادر يكمل المباراة، فطبعا بيطلعوه بره زي ما انتوا عارفين بقى في المباريات، ياخد كده اسعافات اولية على جنب وايه وروح بيته. and when he returned to his home، بقى لما روح لبيته بقى كده وقعد واستهدى بالله، his knee was significantly swollen، بدأت رجله تورم، دي بقى ما عادتش بقى حاجة بسيطة ولا حاجة، فمحتاج بقى ايه يركز عشان يشوف ايه اللي حصل. He went immediately to see an orthopedic surgeon، بدأ يروح لجراح عظام. طيب while performing a knee examination، أحيانا ساعة ما كان بيعمل الدكتور فحص للني، his orthopedic surgeon pulled the flexed knee toward her، بصوا هو كان تاني رجله اهو، والمفروض اللاعب ايه نايم هنا، وادي رجل اللاعب اهي، والدكتور لابس البلطو الابيض، وهو مش قادر خالص من كتر الألم يفرد رجله، فتنيها كده علشان يقلل الايه البين، فالدكتور جاي يمسك رجله ويفردها كده ده خلاص. شون as shown in the illustration، زي ما واضح ايه في الصورة اللي قدامنا، the right knee was displaced significantly forward، فلقى ان رجله كده النيه بتاعه مزقوقة ايه لقدام، زي ما يكون سايبة من بعضها كده، وطلع ايه العظم فكك من بعضه وطالع لقدام كده. The orthopedic ordered an MRI، اللي هو MRI دي نوع من الأشعة اسمه magnetic resonance image اللي انتوا بتسمعوا عنها بالعربي اسمها الرنين المغناطيسي. ليه الدكتور طلب دي ما طلبش مثلا بلين اكس راي الأشعة السودة دي، او ليه ما طلبش سي تي سكان؟ خلاص لان الام ار اي الرنين المغناطيسي دي احسن اشعة تبين السوفت تيشو، هو بالاكزامينيشن حس ان العظم سليم، العظم ما فيش فيه كسور ولا حاجة من الكشف كده، فحس ان فيه ممكن تكون حاجة في السوفت تيشو في الليجامنت، عشان كده الدكتور الممتاز اللي يطلب الأشعة المظبوطة. الـ MRI دي بتبقى غالية جدا، بتخش لها مثلا في مبلغ كبير، بلاش أقول أرقام، الـ CT برضو بتتعامل بمبلغ كبير جدا، أرخصهم الـ Plain X-ray، فأنت ما تدوخش العيان وتقول له روح اعمل لي Plain X-ray وتقول لي أصل هم قالوا لنا الـ Investigation، نعمل Plain X-ray ونعمل CT ونعمل MRI، اعمل لي كل دول، لأ شفتوا الدكتور الشاطر اللي ما يكلفش العيان ويطلب الحاجة الايه اللي توفي بالغرض وما تكلفش الايه العيان، ودي سمات الدكتور الشاطر. مش عندك انت، عندك في الاشعه مليون اشعه، وعندك في التحاليل مليون تحاليل، مش معقول هتروح تمسك كتاب الطب وقول له بقى روح اعمل التحاليل، قالوا لنا اعمل انفستيجيشن يلا روح، لا انت بتطلب الحاجه بفهم وتبقى عارف الحاجه دي بتطلبها ليه،
عشان ايه ما تكلفش العيان وتزعله ايه منك. فالام ار اي هنا مفيد عشان يشوف الايه السوفت تيشو، ودي احسن اشعه تبين السوفت تيشو. طيب فقال له اعمل ام ار اي اون ذا رايت ني تو كونفيرم ذا دايجنوز. هو شك ان في حاجه في السوفت تيشو لان العظم سليم، فعايز يتاكد من نفسه، فقال له روح اعمل الام ار اي. طيب هي بريسكرايبد، على ما يعمل بقى طبعا هو مش هيقدر يمشي، ده هي رجليه مولعه نار من الفركشه اللي هو اتفركشها دي واتحكش في رجله، فطبعا ايه لازم بقى عشان يقدر يمشي ويروح يعمل اشعه وصف له ايه دراجز، كتب له روشته فيها ايه نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. خلاص تذاكر بقى النون سترويدال انتي انفلاماتوري ايه دراجز ديت المسكنات عشان يقدر ايه يمشي. طيب after the orthopedic received the result of the MRI، لما جاته بقى نتيجة الأشعة، he informed the patient، قال له إيه خلاص أنا دلوقتي اتأكدت من التشخيص بتاعي، وأحب أبلغك كده بهدوء إن أنت عندك إيه تمزق في الإيه في الأربطة بتاعة الركبة. قال له أهو أنت عندك injury in one of his cruciate ligament، في الرباط الصليبي اتقطع خلاص، وعندك كمان التيبيال كولاترال ليجامنت اتقطع، وبالسلامه كمان عندك الايه الميديال لمنسكس ايه يحصل لها ايه دامج، فطبعا ايه ده رجله ركبته ايه اتفشفشت خالص. ادي دلوقتي تعالوا نبص سوا كده، ادي هنا شايفين ده بقى ايه يعني دايجرام بيوضح، دي مش الاشعه الام ار اي لا، يعني ده دايجرام كده عشان نقرب الصوره. ادي الميديال، ها ادي الميديال اهو تيبيال كولاترال ليجمنت، ادي الميديال تيبيال كولاترال ليجمنت، شايفين هنا السهم بيشاور على ان في قطع تمزق هنا، ده بقى الكورشيت ليجمنت، واحد من الكورشيت ليجمنت حصل له الرباط الصليبي اتقطع، وحصل فيه دشدشه هنا، الحته دي اتدشدشت اللي هي الميديال لمنسكس اللي هي معموله من ايه بقى، برافو عليكم، من الوايت فايبرو كارتريج اللي من سكاي دي معموله، او السيميليونر كارتريج دول معمولين من الوايت فايبرو كارتريج، وده بيبقى فيري سترونج تايب اوف كارتريج، بيتحمل الضغوط وبيتحمل الصدمات، لكن الجوينت ذات نفسها بتبقى العظمه الاند بتاعتها بتبقى متغطيه بهيلاين كارتريج، ده بيبقى سموث عشان العظم يتحرك على بعض، لكن عشان نتحمل وزن جسم الانسان بيبقى فيه هنا هوت ليمنسكاي محطوطين هنا هوت ميديال ولاترال ليمنسكس، دول معمولين من الوايت فايبرو كارتريج، وده فيري سترونج تايب اوف كارتريج لان بيبقى فيه ايه كولاجين تايب 1، فالميديال ليمنسكس اهو قال له هنا ايه هي اتفشفشت ده ايه. طيب ليه هي اتفشفشت الميديال ليمنسكس؟ اشمعنى اللاترال ما اتفشفشتش؟ لان الميديال ليمنسكس زي ما انت شايف هي لازقه على طول في التيبيا، ولازقه في الايه في الميديال تيبيال كولاترال ليجمنت، فبتبقى سهل ان هي ايه يحصل لها ايه ديجنريشن اثناء الوقعه دي، او لما وقع ورجله ايه اتلوت واتخبطت في الارض زي ما انتم شايفين، فبيبقى دايما اكتر ليمنسكس بتتعرض للديجنريشن الميديال. شفت هنا اللاترال ما هياش لازقه في التيبيا قوي، وما هياش لازقه في الايه في مسافه اهي، احط السهم جنبها كده، ما هياش لازقه في الايه في اللاترال ليجمنت، بعكس دي لازقه اهي وفي نفس الوقت فيكسد في الايه في التبي، فعشان كده اتاثرت بالايه بالوقعه وحصل لها دامج اللي هي الميديال ليمنسكس. خلاص هنا اهي بصوا هنا مكبرين اكتر علشان نشوف ادا الايه تيبيال كولاترال ليجمنت، ده بيبقى ميديال، وادي هنا الايه الميديال لمنسكس اهي، دي الدشدشت عنده، وكمان في عنده الايه الكورشيت ليجامنت اهم، تمام. وقلنا اللاترال دي شوفوا بعيده شويه، اللاترال دي بعيده عن الليجامنت وما بتبقاش فيكسد للتيبي. طيب ما نزعلش ولا حاجه، هو دلوقتي الجراحات بتاعه الركبه اتقدمت، وبيخشوا بالمنظار ويعملوا ريبير للليجامنت زي ما انتم شايفين هنا في ريبير اهوت، خلاص بياخد حوالي 6 شهور وبيرجع للملاعب تاني، والحمد لله ان ربنا خالق في الجسم خلايا كتير بتقوم زي الستيم سيلز كده، بتبقى اندوجينس موجودة جوه، والفايبروبلاست والكوندروبلاست والاوستيوبلاست كل الخلايا دي والاوستيوجينيك سيلز
كل دول لو حصل فيه ديجنريشن للبون بيحصل بيعملوا ريبير الاوستيوجينيك والاوستيوبلاست. لو حصل دامج للكارتريج بيعملوا ريبير بالكوندرو بلاست والكوندروسايت يفرزوا الماتريكس ويعمل ريبير، والفايبروبلاست هتعمل ايه؟ هي للايه؟ للتندونز دي او للليجامنت دي، بس بايه؟ بيثبتوها ويقعد كده مرتاح حوالي 6 شهور في ريست مع العلاج، وبيتحسن وبيرجع الملاعب تاني والحمد لله رب العالمين. طيب يبقى الحالة دي عشان تشخيصها ايه بقى؟ تشخيصها ان حصل فيه ني انجري، حصل فيه ايه؟ انجري للني عن طريق ايه بقى؟ الكورشيت ليجامنت والتيبيال كولاترال ليجامنت والميديال لمنسكس، كل دول حصل لهم دامج او حصل لهم ايه؟ تير، فالركبة فكت ايه من بعضها وحصل فيها الكليك اللي احنا الصوت اللي سمعناه ده نتيجة الدشدشة بتاعت الايه؟ الحاجات دي، والبون بقى بيتحرك كده، اللور اند بتاعت الفيمر سايبة من التيبيا والفيبولا والرجل كده ايه اتحركت من بعضها نتيجة ان الليجامنت دي بتكونكت الايه البون ببعضه ومسكهم ايه في بعض، فلما حصل قطع طبعا فرجله بدأت ايه تلق كده، فبتتثبت وبيقعد في الجبس حوالي 6 شهور، وبيتعمل دلوقتي بالمنظار العمليات دي، وبعد كده بيرجع الملاعب تاني وبيبقى زي الفل. عشان بقى تشوف الاوبجكتيف هنا ايه اللي مطلوب منك، لازم تذاكر او تراجع على البيزك ساينس اللي انت خدتها بالنسبة للاناتومي. المفروض تعرف الاستراكشر بتاعت البون بتاعت اللور لمب، المفروض تعرف الاناتوميكال استراكشر بتاعت الني جوينت بتتكون من ايه ونوع الجوينت ده ايه، وايه هي الليجمنت اللي بتربط الفيمر بالتيبيا، عشان تبقى عارف كل المعلومات على الني جوينت. لان اشتهرت دلوقتي الكرة القدم يعني واخد اهتمام كبير في العالم، وإصابات الملاعب دي بقت كتيرة جدا، وطبعا الناس اللي بتشتغل في إصابات الملاعب لازم هتذاكر الجزء ده كويس جدا، وبيكسبوا ذهب على فكرة، فلازم طبعا تكون مذاكر الجزء ده في الإيه في الأناتوم. بالنسبة للهيستولوجي علشان الريبير لازم انت تكون عارف الهيستولوجيكال استراكشر بتاعت البون، لو حصل فيه فراكشر للبون كمان تبقى انت عارف ان فيه اوستيوجينيك سيلز واوستيوبلاست في البيري اوستيوم وفي الاندوستيوم، وبدول بيساعدهم على الريبير لو حصل فيه فراكشر للبون. فلازم تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق خلايا زي ستيم سيلز اندوجينس موجودة عندنا وبتنشط لما يبقى فيه ايه انجري زي الاوستيوجينيك سيلز والاوستيوبلاست، لو حصل انجري بيبداوا ينشطوا ويشتغلوا زي الستيم سيلز كده ويعملوا ريبير للبون. طيب لو حصل برضو، بص هنا الجوينت ده نهايات طروف العظم ده هيلاين كارتريج، وفي الجوينت ما بيبقاش له ايه بيري كوندريا، لان هنا بيبقى فيه ساينوفيال فلويد هو بياخد النيوتريشن منه، لكن ان بتوين البون في اتنين اهم كارتريج كده دعمتين كده مسميهم الايه سيميليونر كارتريج او اللي من سكاي، دول بيبقوا ايه بقى؟ يبقى احنا عندنا الطروف بتاعه العظم دي هيالاين كارتريج. طيب ان بتوين بقى، ان بتوين الفيمر والتيبيا ده بيبقى فيه وايت فايبرو كارتريج، وده بيبقى فيري سترونج تايب اوف ذا كارتريج، لان بيبقى ان بتوين الكوندروسايت في كولاجين تايب 1، ادي الكولاجين تايب 1 اللي هي الباك جراوند البامبا دي، هنا الكوندروسايت ارانجد ان روز اور جروبس، صفوف من الكوندروسايت موجوده ان بتوين الكولاجين فايبر، ما بيبقاش فيه بيريكوندريم برضو. ليه؟ لان هنا الكولاجين بيبقى فيه ايه ان بتوين البندل بتبقى فيه بلاد فيسلز، فهنا في الوايت فايبرو كارتريج في الجوينت ما فيش ايه بيريكوندريم، وبرضو الهيالاين في الجوينت ما بيبقاش لها ايه بيريكوندريم، لانها بتاخد التغذيه بتاعتها بالديفيوجن من الساينوفيال فلويد. تمام، طبعا ده ايه بيمتص هنا الصدمات، الكارتريج ده بيمتص الصدمات وريزيليانت يعني ممكن يتضغط، وساعه ما نيجي نقف كل وزن الجسم بيبقى يضغط على في ضغط جامد على العظم، وده بيمتص الايه الكارتريج ده بيمتص الايه الضغط ده، لما نيجي نقعد بقى بتفك تاني والكارتريج دي بترجع لوضعها الاساسي. بيبقى فيه ماسل طبعا بتحرك البون اهي، برضو ايه هترجع على الماسل.
هنا طبعا تكبير اكبر علشان نشوف الايه، ادا الكولاجين فايبر، وادا هنا الكوندروسايت امبيدد ان بتوين الايه الكولاجين، وده الوايت فايبر كاتج اللي قلت لكم فيري سترونج. لكن دي بصوا دي هي السكريتال ماسل، بتبقى لها ايه مالتي نيوكليتد زي ما احنا شايفين وايه وسترايتد. طيب يبقى انت هتذاكر اناتومي وهتذاكر الايه الهيستولوجي بتاع الموديول بتاع الماسكولو سكيليتال سيستم. الفسيولوجي بقى هتذاكر انت بقى ايه طبعا كل شيء يخص البون والكارتليج والماسل كونتراكشن والكوندكشن بتاعه النيرف امبلس عشان تتحرك الايه العضلات. في الباثولوجي طبعا هتشوف الباثولوجي بتاعه الانفلاميشن. في الفارماكولوجي هنا وصف لونسترويدال انتي انفلاماتوري، تبقى عارف انواعهم ايه. ها طبعا كل ده كل المعلومات دي بتساعدك في الدياجنوزس لما تبقى عارف ان العظم سليم. طب الالم ده جه منين؟ يبقى اكيد ايه في الليجامنت اتأثرت، تبقى عارف اي انواع الليجامنت من السيمتومز والساين والانفستيجيشن. هنا عملنا ام ار اي، بدأنا ايه في الاخر يوصل ايه للتريتمنت، ان هو طبعا زي ما قلت لكم بيعملوا ايه عمليات بالمنظار ويربطوا الاربطه اللي اتقطعت دي، وبتحط في الجبس وريست لحد 6 شهور، وبيتعمل له فولو اب وبيخف وبيرجع يلعب كوره وكده. الحمد لله خلصنا الحاله، اتمنى تكونوا فهمتوها، ولو في اي سؤال اكتبوا لي تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.